حاسس ان الدنيا كلها ضحكت عليا يا عم مخلوف. انت فاكر انك هتضحك على الدنيا من غيرك عشتك؟ مبقاش عندي امل في اي حاجه، ولا ثقه حتى في روحي، ولا في صوابع اللي هي راس مالي. اسمع عمك وعمنا المتنبي بيقول ايه؟ لا تلقى ظهرك الا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ما تستغربش من اللي خان باع، دول فيهم اللي بيبيع بأي سعر، وفيهم الغالي قوي اللي بيتقل لحد ما يبيع لأعلى سعر. متقعدش تشتكي مادام فيك روح وبدن، هي كل حاجة هتمشي على مزاجنا. الدنيا بتدينا على وشنا، نقوم ونديها احنا كمان. اقعد انت لسه عيل بتقول يا هادي، صحصح كده وافتح صدرك للعالم واغلبه. عارف طبعا غنوة العندليب اللي بتقول لا هسلم بالمكتوب ولا هرضى ابك مغلوب. طول معايا لا هسلم بالمكتوب ولا هرضى ابد مغلوب، وهقول للدنيا يا دنيا انا راجع انا راجع انا راجع للمحبوب. ادخل حبيبي. مش عاوز نعمل لك اي حاجه. لا شكرا، انا هخلص قرايه واخرجها معاكي. طيب براحتك. ابوكي ده اجمل راجل في الدنيا كلها. انا مش فاهم ازاي كنتوا مقاطعيني. انا عمري ما قطعته طبعا، يعني جايز ما كنتش اعرف ازوره بشكل مستمر وانا متجوزاك، لكن غير كده طول عمره في قلبي. وبعدين هو حبيبي صاحبي وفاهم الدنيا كويس. انا وهو بين اصحاب على فكره. ها لا واضح. انت ناوي تعمل ايه يا شيم؟ مش عارف والله يا جميل، ساعات بيخطر على بالي كده اهد المعبد على اللي فيه. لا اوعى تعمل كده، تعبت. ايه الجديد يعني؟ طول عمرنا واخدين على التعب. الجديد عايش. انا بتحس الاعداء في كل مكان. ليلى منهم؟